من الدار السلام بأداء خاصة الهدف الرائع لحكيم زياش. العودة إن شاء الله زياش في مباراة اليوم، العودة زياش إن شاء الله في مباراة اليوم، ويسير بولو بكل هدوء ممكن. نادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وسط ميدان سليم ملاعز دين ناحي بين فرنسا. فرحة كبيرة، المغرب ربح وأحسن حاجة وأحسن شعور يذكرنا بكأس العالم. دي فرحانين بهاد الأسود المغاربة بخير وعلى خير، أنا فرحان بزاف وكنشكروهم، كنشكرو سيدنا جلالة الملك الله يحفظو الله ينصرو. صراحة أنا فرحانة بزاف حيت ربح المنتخب الوطني وبقات أنا فرحة بزاف ديما مغرب. أنا فرحانة بزاف وبغى المغرب يزيد يربح، وحنا فرحانين من قبلنا حيت كيما ربحو 3-0. أنا فرحانة بالمنتخب، متفائلين الحمد لله، بداية جيدة وكتبشر بالنهاية تكون بالكاس، علاش لا؟ لأول مرة يكون عندنا الفارق بالنقاط والنتيجة بيننا مع تنزانيا، وحنا فرحانين الحمد لله. صراحة اليوم المغربية لاباس مزيان، والشعور ديالي صراحة فرحت بزاف، فرحت بزاف حيت اليوم المغرب، المغرب ربحت اليوم وإن شاء الله تديكم في دافريك وكأس العالم على السلام. 3-0 لا وجود للوضعية التسلل، هدف